السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. مرحبا شيخي الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. صلى عز وجل ان يمتعكم بالصحة والعافية وان ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيك وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم. الحياة مشاركة شيخي كريم، نبذة وتذكرة لأنفسنا بفضل هذه الحملة المباركة لقناة الندى الفضائية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن البر والتقوى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن لم يكن مستطيعا أن يدعو إلى الله عز وجل بنفسه، ربما لانشغال وقته أو ربما لضعف علمه الشرعي، فإنه يستطيع أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى بغيره، كأن يعني يدعم ثغرا دعويا، مثلا مسجد من المساجد أو قناة من القنوات، لأن المسجد منبر من منابر الدعوة، والقناة منبر أوسع بكثير من منبر المسجد، منبر دعوي إلى الله تبارك وتعالى. فيمكنني أن أكون داعية إلى الله عز وجل ببذلي ودعمي لأي منبر دعوي، خاصة منبر يعني على عقيدة السلف الصالح، منبر يمثل الأمة الوسطية التي يعني وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم. وبالتالي أمام إخواننا وأخواتنا فرصة كبيرة جدا أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، منهم من يكون دعاء داعية إلى الله عز وجل بنفسه، ومنهم من يدعم غيره للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن في قناة الندى ما زلنا نناشد إخواننا وأخواتنا أن يشاركونا هم الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا الهم ثقيل ويحتاج إلى أياد يمتد بعضها إلى بعض، وتتعاون وتتعاضد هذه الأيدي حتى يبقى هذا المنبر الدعوي شامخا عزيزا إن شاء الله تبارك وتعالى. والإنسان في هذا المقام إن شاء الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يعدم أجره، فأجره محفوظ عند الله تبارك وتعالى. ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم، وإن شاء الله نتصل على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، إما 010 أو 011 أو 012. أخت أمات الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. أولا أريد أن أثني على الشيخ شعبان حفظه الله. آمين يا رب، ربنا يحفظك ويحفظه. عمري وفي عملي. آمين يا رب، الله يكرمك يا بنت. كان أسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الأستاذ أحمد ويجعله من المتقين الأخيار. اللهم آمين وإياك، كتر خيرك، جزاك الله خير. أريد أن أعرف كيفية الصلاة على النبي، وما هي أفضل صفة تقال بها. السؤال الثاني، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وإيه أفضل صيغة يعني؟ وأفضل حاضر. أفضل أوقات، أفضل صيغة. أفضل صيغة، حاضر. السؤال الثاني، نعم، كيف أعود ابنتي الصغيرة ابن 6 سنوات على غطاء الرأس والملابس المحتشمة حتى عندما تكبر يلزمها بالنقاب، مع العلم
أن كثير من الناس يقولون لي دعيها تعيش طفولتها ولا تلزمنها بشيء، ويتهمونني بالتشدد والغلو، فماذا أرد عليهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. نعم شيخ كريم. طيب حاضر. لو في امرأة أو فتاة طلقت وقائمة المنقولات أعلى من الواقع وأغلى من الواقع، يعني بشرط والزوج اتفق معهم ووقع على هذه القائمة وهي رغم أنها أعلى من الواقع، فهل لهم بعد الطلاق أن يطالبوا الزوج بهذه القائمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قائمة المنقولات تمثل مقدم الصداق والمهر بالنسبة للمتزوجة، هذا ما جرى عليه العرف في بلادنا. وفي مثل حالة السائل بارك الله فيه، لو أن أهل المرأة طالبوا الزوجة بنفس هذه القائمة على الرغم من أنها خارج الواقع أو أغلى من الواقع كما يقولون، وهو قد ارتضى ذلك سابقا واتفق عليه ووقع عليه، فالواجب عليه الوفاء لهم بذلك، لأن الله عز وجل أمرنا أن نفي بالعقود، قال وأوفوا بالعقود. لكن ليس من براءة الذمة، ليس من المروءة الكاملة أن يطالبوه بشيء هم يعلمون أنه بالفعل مغالم فيه. يعني أنا قلت لو أنهم طالبوه واجب عليه الوفاء، لكن في نفس الوقت كلمة لهم ليس من المروءة أن تطالبوا الزوجة بقائمة عفش أنتم تعلمون أنها مغالم فيها أكثر من الواقع بكثير، لأن معنى ذلك أنه سيدخل عليكم بعض ماله من غير طيب نفس منه، وفي هذه الحالة سيكون عليكم يعني هذا الأمر وبال في الدنيا وبال في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني طوقه، يعني عذب به طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. الصحابي قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني افرض ان هي غالية 1000 ولا 2000. قال ولو كان عودا او قال قضيبا من ارك عليه الصلاة والسلام، لكن حتى عود ارك اللي كان بجنيه بقى ب3 دلوقتي. نعم شيخي الكريم جزاكم الله خير. اخت ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيكم وربنا يطول عمركم ويكثر من امثالكم. لو انا عايزة اشارك ولو بمبلغ ضئيل يعني على قد كده للقناة، وديه فين؟ حضرتك ممكن تتصل على الارقام اللي هو 010 او 11 او 012، هم هيقولوا لك على التفاصيل ان شاء الله تعالى يا ام محمد. طيب ماشي جزاك الله. طيب سؤال، فضل. لو انا جلست، لو انا صليت الفجر في بيتي في البيت، نعم، وعشان اقعد الجلسه بتاعت الضحى، لازم افضل قاعده على المصلى ولا ممكن اقعد على كنبه او سرير واتغطى علشان افضل اذكر الله في البرد؟ حاضر، دي حاجه. طيب سؤال كمان لو سمحت، اتفضل. لو انا بطلع صدقه جاريه، ليا امي وابويا وخالتي وزوجي، طبعا ما بيهمش عليا اعمل ليا انا وزوجي او انا وامي، لازم بدمننا كلنا احنا الخمسه، هل يجوز او هي منها تبقى مثلا 1000 جنيه هيجوز لنا كل ما ربنا يعني وادفع حاجه، او جايبه الميتين الاربعه بتوع في النية يعني؟ في النية يعني. طيب حاضر. طيب دي سؤال. والسؤال اللي انا عايزاه بقى، ايام زمان ما كنتش بقول لكذا، كنت بس كان وجهه نظري لوجه الله، اطلع حاجه ربنا يقدرني عليه اوديها للجامع لله، دي طيب من غير ما منوي يعني هتموت؟ ما كنتيش بتحددي مبلغا معينا يعني؟ اللي كان ربنا بقدرنا عليه ان شاء الله يكون 10 جنيه. نيتها كده اللي ربنا يقدرني عليه. تمام حاضر. حاضر. وجزاك الله خير، كل خير يا رب، وربنا يبارك في القناه واللي قايمين عليها ويبارك لنا في مشايخنا كلها. اللهم امين. واياك يا ام محمد. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب عاود الاتصال. سؤال ورد إلينا شيخي كريم. امرأة أو أحدنا عليه صلوات كثيرة هو لا يعلم عددها، كيفية قضاء هذه الصلوات الفوائد شيخي كريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما مسألة قضاء الفوائد مختلف فيها عند أهل العلم، فالحنابلة على سبيل المثال لا يرون وجوب قضاء الفوائد، إنما يوصون من عليه فوائد من الصلوات أن يكثر من صلوات النوافل والسنن والتطوعات، ويقولون هذه تغني عن القضاء. لكن جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم على حد سواء ذهبوا إلى وجوب قضاء الفوائد، وهذا القول هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو قال في الرواية الأخرى: دين الله أحق بالقضاء. فدين الله زكاة لم تدفع، دين الله صلاة لم تؤدى، دين الله نذر لم يتم الوفاء به، فالنبي يقول دين الله أحق بالقضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه في يوم الخندق عليه الصلاة والسلام يعني شغله القوم وشغله الحفر الخندق عن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب في أوقاتها حتى أذن للعشاء، فأمر بلالا فأذن أذانا واحدا، ثم أمره فأقام إقامة فصلى الظهر، ثم انتهى فأقام إقامة أخرى فصلى العصر، وهكذا المغرب، وهكذا صلاة العشاء. فالجمهور من أهل العلم يقولون: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ما عليه من فوائد الظهر والعصر والمغرب، ولم يكتفي بأن يصلي سننا أو نوافل في عوضها عوضا لها. ثم جمهور أهل العلم يقولون بوجوب القضاء، ويعضدون هذا الاستدلال بمقولة طيبة فيقولون: لا يمكن أبدا أن تغني النافلة عن الفريضة، وإلا لجاز لأحدنا مثلا بدل أن يصلي العصر 4 ركعات أن يصلي مثلا 10 ركعات نافلة، هل يجزئه هذا؟ لا طبعا لا يجزئه، حتى لو صلى 1,000,000 ركعة نافلة لا يجزئه هذا عن وقت من أوقات الفريضة. فالواجب إذن قضاء هذه الفوائد. كيف نقضي الفوائد؟ حسب القدرة والاستطاعة. يمكنك أختي السائلة أن تقضي مع كل وقت وقتا أو وقتين أو 3 إذا استطعت، ويمكنك أيضا أختي السائلة أن تقضي يوما كاملا في هذا الوقت. يعني مثلا إحنا الآن بعد صلاة العصر، أنت صليت صلاة العصر، لا علاقة لك بوقت النهي ولا غيره، لأن هذه قضاء صلوات مفروضة وقضاء مسبب، فيمكنك أن تقومين بقضاء يوم كامل من عليك، يعني تصلين فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، يوم من علي مما عليك من الصلوات. أيوة. زي النبي ما عمل في أي توقيت، زي النبي ما عمل أنه قضى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواطي التلفزيون من فضلك يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وحبيبي، جزاكم الله خير. وإياك يا أمة الله، تفضلي. بقول لحضرتك احنا عندنا قطعة أرض يتمنى حوالي 83,000 أو 84,000، بس هي عاملينها احنا أصلا لخدمة الأولاد، ممكن يبنوها بيت أو إن هم نبيعها ونشتري حقها شقتين يقعدوا فيهم الأولاد. يعني هم الأرض دي للأولاد، مش ليست للاستثمار أو للادخار. لا، هي لسكن الاولاد ولينا، او ان هي نبيعها ونشتري لهم. هل عليها زكاه ام لا؟ مش كده؟ اه، 8,500 نستلمهم، احنا كتبنا عقدها باسمنا خلاص، هل دي عليها بقى زكاه ولا لا؟ طيب حاضر، الزكاه حاضر. جزاكم الله خيرا. بامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ حسين، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. نعم تفضل. كان عندي بس سؤال. كنت ليا زميلي كان والده توفى وكده، وخد مكافأة من الشغل، وليه اخوات من ام تانية، فهو لما خد المكافأة ده على اخواته التانيين، وانا عارف بس مش عارف اقول لاخواته التانيين يحصل فتنة ما بينهم، ومش عارف اعمل ايه، انصحه ولا اقول لاخواته التانيين، فمش عارف اعمل ايه. حاضر حاضر، في امان الله.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. رحمة الله كمان. نعم الشيخ شعبان. الله يسلمك ويسلم شيخنا تفضل. نعم. سؤال أستاذ أحمد، في شاب ملتزم ونحسبه على خير يعني، كان خاطب بنت ناس طيبين وكويسين، المهم حصلت فرقة ما بيناتهم ويعني انفصلوا عن الناس قبل، يعني هو كان خاطب بس وانفصلوا عن بعضهم. بعد ما انفصلوا حصل ان هم مثلا حبوا يرجعوا تاني ما عرفوش وكده، وبعديها بفترة راح خاطب بنت تانية، وهو الواد نفسه متعلق بالبنت يعني عايز يرجع لان البيت طيب وبيت كويس يعني، وهم برضو الناس عايزين، وفوجئنا يعني اتأكدنا ان كان فيه سحر معمول للولد والبنت دول بان هم يتفرقوا عن بعض. بعد ما اتأكدنا من الموضوع ده كان الشاب ده خطب بنت تانية، فهو دلوقتي الام العروسة والعروسة نفسها يعني عايزين يوصلوا للشاب ده ان اللي حصل ده واحد اتنين تلاتة يعني واحد يعني وصلوا له اللي حصل كله ده. فاحنا واحد مثلا عرفت اهوت ان هو كان معمول لهم حاجه زي كده، يبقى عليا ذنب مثلا او اسمي لو انا سكت وما حاولتش اعرف الناس ان كان في حاجه زي كده معموله ولا ايه؟ طيب حاضر فهمني. لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، الاخت معنا اتصال اخر. طيب حاضر. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضل. انا ام عبد الله. ام عبد الله اهلا مرحبا. عن اعتكاف النساء في شهر رمضان. حاضر. هل يعني ده سنة؟ يبلغنا واياكم رمضان يا ام عبد الله. نعم. اسال الله ان يبلغنا واياكم رمضان. اللهم امين اللهم امين. يعني هو ده يعني سنة ولا الواحدة تعتكف في بيتها يعني ولا؟ حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي، أمة الله، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل أيضا عن أفضل صيغة. نعم شيخي كريم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا طبعا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر في صيغ الصلاة على النبي واسع، يمكن أن يأخذ العبد منا الصيغة المختصرة وهي قولنا صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيمكن أن يأخذ هذه الصيغ اليسيرة التي تداولها أهل العلم في مؤلفاتهم وكتبهم، ولكن أفضل الصيغ هي الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك عليه الصلاة والسلام. أظن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللي هي بنسميها الصلاة الإبراهيمية، أو كما يسميها بعض العامة النصف الثاني من التشهد. وهذه الصيغة التي ذكرتها هي وفاق ما بين مجموعة من الصيغ والروايات، كما يفعل شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يجمع الروايات جميعا، وإلا فربما يقول قائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويمكن أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لكن الرواية التي ذكرتها والصيغة التي ذكرتها هي أجمع هذه الروايات وأشملها وأوفقها. هقولها تاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني: كيف تربي ابنتها الصغيرة التي عمرها 6 سنوات على غطاء الرأس والحجاب حتى إذا ما كبرت بإذن الله عز وجل تجعلها ترتدي النقاب؟ بعض الناس يقولون لها دعيها يعني تعيش حياتها وهكذا ولا تكبت البنت كما يقولون. نعم. كريم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أقول لأختنا السائلة المقولة المشهورة، وهي مقولة صحيحة تماما وتتوافق مع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي قول القائل: من شب على شيء شاب عليه، اللي هي في مثل معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الأخلاق يا إخوة الحميدة بالتعود، بالتطبع عليها، والتطبع في الغالب يغلب الطبع ويغيره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عايز تقول حاجة؟ أقول يعني هذا الدور في الغالب يكون دور من؟ الأب أم الأم؟ يعني الأب مشغول في الشارع بالطبع، يعني هو التربية واجب مشترك ما بين الأبوين، لكن باعتبار أنه جرت عادة الآباء أن يكونوا خارج المنزل للعمل والكسب، فالأمهات يعني عليهن الدور الأكبر في مسألة التربية، خاصة في مرحلة الطفولة، وخاصة أيضا مع البنات أو الإناث دون غرس القيم. نعم. التربية الصحيحة وغرس المحامد والأخلاق الطيبة في الطفل والطفلة دي وظيفة الأم ودور الأم، باعتبارها هي المتفرغة لمسألة الأمومة والتربية على حد سواء. فأعود فأقول للأخت: من شب على شيء شاب عليه. عوديها منذ الصغر، وفي نفس الوقت احنا مش هنضيق عليها يعني خنقنها فلا تعيش طفولتها، تعيش طفولتها وهي في البيت، تعيش طفولتها واحنا مثلا في يعني نزهة من المتنزهات، واخدين مكان قاعدين متنزه وجايبين لعب الاولاد واكلنا وشربنا، تعيش البنت طفولتها، تعيش طفولتها مع الولاد الاقارب لما يجوا عندنا ما فيش مشكلة. انما اذا خرجنا من البيت نعود البنت على لبس الأم، كلما كان زي الأم زي المحتشم هي البنت بطبيعتها تحب أن تقلد أمها تقريبا في كل شيء، حتى إنه هي صغيرة تروح تدخل الدولاب تجيب ملابس أمها وتلبسها. وبالتالي عود البنت منذ الصغر: فإن من شب على شيء شاب عليه. ودعي مسألة ده كبت ده مش كبت، أبدا ليس كبت ولا شيء، لأنه الآخرون يعودونهم على الأخلاق الرذيلة والعياذ بالله، ونحن نعود أبناءنا على الأخلاق الحميدة، خاصة على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحجاب بالنسبة للبنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله أن يهدي أولادنا وبناتنا وأن يتوب علينا جميعا، أمين يا رب العالمين. أخت محمد، طبعا جزاك الله خيرا يا أم محمد على الاهتمام ومحاولة الاشتراك في حملة الحياة مشاركة، وأرجو أن يكون كل المتابعين وكل المشاهدين والمشاهدات كذلك حتى ولو بالقليل، فلربما درهم سبق 100,000 درهم. 100,000 درهم. نعم شيخي كريم، كما نتعلم من مشايخنا. أبو محمد تسأل شيخي كريم: لو صلت المرأة في بيتها ثم تريد أن تأخذ الثواب والفضل وتجلس لتذكر الله عز وجل، فهل لو غيرت مكان المصلى وجلست على السرير أو على مكان مرتفع وتغطت حتى يعني تقي نفسها البرد، هل ثوابها هو أم تغير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. لعل أختنا بارك الله فيها تقصد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث حسنه كثير من أهل العلم من المتقدمين، حتى حسنه من المتأخرين شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله،
وإن كان بعض مشايخنا في الحديث غمزوا الحديث غمزة يسيرة من ناحية الصناعة الحديثية، لكنه معمول به لأنه في فضائل الأعمال، وأهل العلم يترخصون عادة في الأحاديث الواردة في الفضائل خاصة أنها حسنة وليست من جنس الضعيف لذاته. إنما نلاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس في مصلاه. يا ترى هل مصلاه هي الفرشة اللي أنا بصلي عليها، ولا مصلاه هو المكان اللي أنا بصلي فيه، الغرفة اللي أنا بصلي فيها؟ الفرشة لأن ده ظاهر الحديث، المكان اللي أنا صليت فيه، المجلس اللي أنا انتهيت فيه في التشهد الأفضل أن أبقى جالسا عليه. طب ما هو الدنيا برد يا سيدي، اسحب البطانية أو اسحبي عزك الله البطانية والتحفي بها وانت في مكانك، برضو لو بنت من البنات نولتك البطانية لو بعيد عنك، أو عباءة أخرى، أو يعني شيء مما تلبسه النساء في البيت وحطتيه على نفسك وأنت في نفس مصلاك لكان هذا خيرا. إنما لو خدنا بالمعنى الأوسع شوية، أنه المصلى اللي هو الغرفة اللي بنصلي فيها، ففي هذه الحالة يقول لك يا براح أنك تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر بس داخل الغرفة، ثم تتفرغين تماما لذكر الله عز وجل اللي هي أذكار الصباح قبل الشروق حتى تشرق الشمس بمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم تقومين إن شاء الله فتصلين من الضحى ما كتب الله لك أن تصلي ركعتين ولا 4 ولا أكثر. ففي هذه الحالة إن شاء الله أرجو أن تحوزي على الأجر والفضل الوارد في الحديث، لأنه وعد الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، لا سؤال، نعم أمة الله تسأل عن الصدقة الجارية. شيخي الكريم، لو هي تنتوي دائما أو تنوي دائما نفسها وزوجها وأباها وأمها وأحد أقاربها أيا كان المبلغ، كلما أرادت صدقة جارية جمعت نفسها وهؤلاء في هذه النية، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، مسألة الإنابة في القربات أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنفية على سبيل المثال يجيزون هذا، وبعض الحنابلة يجيزون هذا، لكن الشافعي عليه رحمة الله لا يجيز، وكذلك الإمام مالك نفسه رحمه الله كان لا يجيز الإنابة في القربات، وإن كان بعض المالكية أيضا يشاركون جمهور أهل العلم في مشروعية الإنابة والوكالة في القربات في مثل السؤال الذي تسأل عنه أختنا السائلة بارك الله فيها. يعني يمكنني أن أعتمر عن أبي؟ نعم. يمكنني أن أحج عن أبي؟ نعم. من مات عليه الصيام صام عنه وليه؟ نعم. الصدقة جائزة بإجماع المسلمين؟ نعم. الدعاء للمسلمين بعضهم هو بعض. هو حديث دو مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف مش كده ولا؟ نعم، حوله كلام. حوله كلام. نعم. هل هذا ممكن يحمل معنى الإنابة؟ طبعا هذا ما يحمل معنى الإنابة طبعا. نعم. وفي القرآن الكريم يعني، ولكنه يجوز العمل به مش كده؟ يجوز طبعا. وفي القرآن الكريم يا أخي الحبيب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا إيه، امبارح ولا السنة اللي فاتت ولا من 5 قرون و10 قرون؟ هي سبقونا بالإيمان، تصل لحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا فالإنابة مشروعة في القربات ومنها الصدقة، فجزاك الله خير إن شاء الله. تؤجرين ولا يحرمون معك الأجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقول زمان لم تكن يعني تنوي مبلغا أو تكون في نيتها إخراج مبلغ معين، لكن أيا كان بقى لربنا يقدرها عليه تخرجه، فهل في هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فيه الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي في الصحيحين، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ينفق بيمينه ما لا تعلم شماله، يعني بيحط إيده في جيبه ويطلع اللي يطلع معه ويتصدق به، فتنفق يمينه ما لا تعلم شماله. فبالتالي هذا إن شاء الله أمر مشروع. جزاكم الله خير. بل كان أهل العلم من السلف يتحرون هذا جدا لألا يرائي نفسه بالصدقة، مش عارف أنه مطلع 10، لا بيحط إيده في جيبه اللي يطلع معاه يتصدق به، لألا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولا يرائي نفسه بعمله عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا معنى والصدقة برهان. لا طبعا، برهان على خلوص العمل لله سبحانه وتعالى. والصدقة برهان. نعم شيخي الكريم،
قطعة أرض ثمنها تقريبا 83,000 هي للأولاد، هي قالت، أو ربما يبيعونها بعد فترة عشان يشتروا برضو بها شقق للأولاد، فهل عليها زكاة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزا الله أختنا السائلة خيرا أنها تسأل عن أداء الزكاة، لأن الزكاة ركن الإسلام كالصلاة سواء بسواء. وبالتالي أقول لأختنا السائلة، ما دامت هذه الأرض ولله الحمد والمنة، وإن بلغت قيمتها ما بلغت يعني 83 ولا أكثر، ما دامت ليست للبزنس، ليست للاستثمار، حلو جميلة أيوة، ما دامت ليست للاستثمار والربح والتجارة، فليست عليها زكاة لا الآن ولا بعد الآن، إلا إن غيرنا النية لا أولاد ولا إحنا وخلناها للاستثمار في هذه الحالة الثانية، إن حصلت سنؤدي عنها الزكاة. لكن النية التي ذكرتها ليس عليها، ما دام الأمر كذلك كما ذكرت أختنا السائلة في السؤال، فليست عليها زكاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لا، عليه الصلاة والسلام. معنا اتصالات يا شباب، الله يرضى عنكم. زميلي والده توفي عليه رحمة الله، أحد أبنائه أخذ المكافأة دون أن يخبر بقية الإخوة، فهل هذا الأخ المتصل يخبر إخوته بهذا الأمر أم ماذا يفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما السائل فجزاه الله خيرا أن يسأل عما يجب عليه أن يفعله، وأما هذا الابن الذي احتكر المكافأة ما بعد وفاة والده لنفسه أو لإخوانه الأشقاء دون إخوانه لأبيه، فإنه مخطئ لا محالة، وإنه آكل لبعض مال بقية إخوانه والعياذ بالله، وسيساءل عنه في الآخرة عند الله تعالى. فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين، الحديث لسه ذكرناه من شوية. قال الرجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. أما أخونا السائل، فالواجب عليك أحد أمرين، ابدأ بالأول إن نفع وأثمر يبقى خير، وإلا شوف الثاني. الأمر الأول أن تنصح هذا الأخ إن هو أخذ المكافأة، وتذكره بالله عز وجل إن إخوانك لأبيك لهم حق كالأشقاء سواء بسواء، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه لئلا تكون آكلا لمال حرام. فإن استجاب وفتح الله قلبه وعقله للنصيحة فبها ونعمة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إن أبى وعاند واستكبر فأخبره في لحظتها: يا أيها الصديق العزيز، أنا نصحتك من واجب النصح، من واجب الصداقة عليك أن أنصحك، لكني في هذه الحالة سأضطر أن أخبر إخوانك، لأن هذا استنقاذ لحقهم ما دمت أنت الوحيد الذي تعلم بهذا الأمر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، أنا مرحبا، من معنا؟ الحمد لله رب العالمين، أنا مرحبا. سلام يا عم الشيخ عبيد. الله يحفظك ويسلمه. والله عايزين نسألك سؤالين. اتفضل. والله عندنا يعني ابني مثلا بيتقدم للخطاب كتير، نرفض، فمش عارف أعمل إيه، يعني هل ده يعني معمول العمل أو معمول إنذار وزارة؟ حاضر. ربنا يحفظه ويرزقه الزوجة الصالحة، امين يا رب العالمين. حاضر يا عم الحاج. في سؤال اخر؟ سؤال تاني معلش بقى اذن حضرتك. نعم. اجهز لحضرتك السؤال التاني. نعم. انا سألت حضرتك امبارح على الزكاة، ان احنا النهارده بيجي ندفعها للناس، فبنحتار مين هو اللي يستحقها، لان البياع قد الزكاة من هنا افوجئ ان اللي عندها بيت وعندها حاجة زي كده، فالواحد محتار يعمل فيها ايه؟ طيب. حاضر. حاضر. حضرتك انا يا استاذنا. فامان الله يا عمي وعليك الصلاه والسلام. ربنا يبارك فيك يا استاذنا. ويبارك في عمرك. الاخ سامي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته استاذي. وعليك الصلاه والسلام. اتفضل. ممكن اسال الشيخ سؤال يا استاذ؟ ايوه اسمعك شيخ واسمعك، تفضل. حضرتك دلوقتي انا لما بدا بقول اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ينفع اقول كما نقيت الثوب الابيض من الدنس ولا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس؟ كما ينقى. حاضر. الثور الابيض من الدنس. حاضر. كما ينقى ولا كما نقيت؟ حاضر. شكرا
شكرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حاضر، من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب معنا اتصال ولا ايه؟ طيب حاضر. نعم شيخي كريم، في سائل يسأل ربما التبس عليه الأمر، يقول مش هم بنو إسرائيل الذين قالوا اقضي ما أنت قاض؟ هم بنو إسرائيل الذين قالوا بعد شهور قليلة أو أيام قليلة لسيدنا موسى عليه السلام اجعل لنا آلهة؟ فهو يبدو أنه هو ظن أن سحرة فرعون طبعا قبل إسلامهم أو بعد إسلامهم معذرة قالوا له اقضي ما أنت قاض، وقالوا لا ضير. فهل هم شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بنو إسرائيل أمة كبيرة جدا، يعني أمة واسعة الانتشار، ولذلك يعني كثرت فيهم النبوات، لأنها أمة مع كثرتها وانتشارها أمة عجيبة عنيدة متمردة على أنبياء الله ورسله، بل على ربنا تبارك وتعالى. وبالتالي ففيهم عبر، فيهم المؤمن المسلم الموحد كهؤلاء السحرة الذين جاءوا كيدا لموسى، فكان آخر يومهم على ملة موسى عليه السلام، حتى قالوا لا ضير، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إحنا عايزين اللي عند ربنا. نعم. والآخرون قوم آخرون، بعض قوم موسى، بعض بني إسرائيل، هم الذين تمردوا على موسى عليه السلام لما أمرهم أن يدخلوا القرية، البلدة المقدسة، القرية قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومن بني إسرائيل من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن بني إسرائيل من قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومن بني إسرائيل من قالوا من قتلوا الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء من بني إسرائيل، أيوة هؤلاء من بني إسرائيل، ففيهم الصالح وأكثرهم الطالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هناخد الاتصال الأخير وبعد كده الإجابات شيخ كريم، عشان طبعا وقت المغرب وكده، ربنا يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. ويا ربنا يبارك لنا في قناة الندى، أنا بتصل على القناة. يا رب يبارك في عمرك. طبعا احنا هنا هذا الدعاء، اتفضلي. الله يرضى عنك ويحفظك ربنا يبارك لك يا أستاذ أحمد. أنا عايز بس تدعي لي عشان أنا تعبانة، ربنا يشفيه الشيخ شعبان، ربنا يبارك لنا فيه. يا رب يشفيك. وابني ربنا يهديه، لأنه كان بيصلي وبعدين قطع الصلاة، وأنا زعلان عليه جدا. ربنا يهدينا. وربنا يبارك لنا في قناة الندى، ويدعي لنا كده بصراحة أولادنا جميعا. نحن وأنتم المسلمون. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. حاضر. فأمان الله عليك، صلاة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، الأخ محمد يقول في شاب ملتزم كان خاطب، وبعدين ترك خطيبته وراح خطب. هم أهل العروسة الأولى يعني علموا أن كان في سحر، فهل يخبروه بأن كان في سحر بأن لا يتم الأمر، أم ماذا يفعلون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا هم ولا الأخ السائل بارك الله فيه يسعى في هذا الأمر أبدا، بمعنى أنه الولد لله الحمد ربنا من عليه وخطب أخرى، فنحن سنخرب عليه الخطبة الثانية حينئذ، فما ذنب هذه البنت التي خطبها؟ ولا ندري، ربما قضى الله عز وجل بينهما ودا، ويعني أحرى أن يؤدم بينهما، فإفساد هذه الخطبة من أجل أن يعود لخطبة مظنونة قد يحدث فيها ما حدث في المرة الأولى، لأنه الناس جرت عادتهم إذا تعلقوا بالسحر والأعمال والأسحار ما بيسيبوش الكلام ده أبدا. بعد شوية البنت مش عارف يحصل إيه، أصلا معلش العمل اتجدد. وبعدين من الذي أعلمنا أن هناك سحر أصلا؟ هل الأمور دي يقينية يا أستاذ أحمد؟ يعني دي زي ما أروح لطبيب القلب ويعمل لي رسم قلب ويقول لي القلب فيه كذا، أو أروح لطبيب المخ والأعصاب يعمل رسم مخ والجهاز يطلع المخ فيه مش عارف إيه، قسمة ونصيب. إنما ده أمور ظنية، فلا تفسدوا خطبة الولد على البنت التي معه الآن. وأما ابنتكم
فلعل الله عز وجل أن يقضي لها بخير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الله تسأل عن اعتكاف النساء في شهر رمضان طبعا أكيد في المسجد، فهل هو سنة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم الاعتكاف سنة مستحبة للرجال وسنة مستحبة أيضا للنساء على حد سواء، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف حتى مات. عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث ثم اعتكف أزواجه من بعده، فما زالت نساء النبي يحافظن على سنة الاعتكاف حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مرهون بضوابط وشروط. الشرط الأول أن يكون هناك مكان آمن في المسجد يختص بالنساء يعتكفن فيه. الشرط الثاني أن يكون هناك إذن من الولي الشرعي الزوج ولا الأب للمرأة بالاعتكاف. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هناك من أوليائهن من الرجال من يقوم على شأنهن وحمايتهن أثناء وجودهن في الاعتكاف. هذه ثلاثة شروط والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يقول يعني في ابنه يتقدم لأكثر من عروسة وما حصلش نصيب، برضه هو سأل نفس السؤال، هل ممكن يكون معمول له حاجة من أجل هذا الرفض شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أريد للأخ السائل بارك الله فيه له الوالد، وإن كان وجد الوالد والأم على ابنها وابنتها يكون يعني قلبي على ولد فطر كما يقولون، لكن لا أريدكم أيتها الأسرة الكريمة أن تنشغلوا بقصة السحر والعفاريت والجن والأعمال والأسحار والحسد والكلام ده كله. ليه؟ لأن إحنا يا إخوة ويا أخوات عندنا ما يقين من هذا كله أو يداوين من هذا كله. لا إحنا عايزين نلف ونشخص ولا عايزين نقعد نشغل نفسنا بيه. عندنا ما يكفينا ويقينا وعندنا ما يداوين حتى إن وقع علينا، ألا وهو القرآن الكريم والأذكار والأدعية النبوية. الولد نفسه أوصيه أن يعني يعوذ نفسه دائما بالتعويذة الشرعية، خاصة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين إذا واظب عليهما صبحا ومساء وقبل النوم إن شاء الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقيه أو يداويه من هذه الشرور كلها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو يقول يعني أحيانا يتحرى الصدقة لكن يجد بعد ذلك أن صاحبة الصدقة أو من تصدق عليها عندها بيت وعندها مال، فماذا يفعل شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله المسألة برضو فيها خلاف يا أستاذ أحمد بين أهل العلم، فبعضهم يقول أنت تحريت ثم تبين لك بعد التحري أنها عندها وعندها وعندها، خلاص ثبتت لك صدقتك أنت ونيتك وأجرك وهي حساب على الله عز وجل. نعم. وأما السائل فلا تنهر. ويذكرون في هذا المقام حديث أبي هريرة أن رجلا خرج بصدقته من الليل فوضعها في يد سارق، وبعدين تالي ليلة وضعها في يد زانية، وبعدين ثالث ليلة وضعها في يد غني، وكل دول مش مستحقين للصدقة، فبعث الله عز وجل له ملكا في صورة رجل يقول له أما صدقاتك فقد قبلت. ولعل الزانية يعني تعتف بها من زناها، ولعل السارق يعف نفسه بها من سرقته، والغني يعتبر فيتصدق. وأما القول الثاني لأهل العلم يقول لا، الصدقة حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل إذا سأل نتحرى عنه حتى نضع الصدقة في محلها الطبيعي، فلا نعطي الصدقة للغني ويحرم منها الفقير. وأيما فعلت إن شاء الله عز وجل أصبت خيرا لك. القول الثاني أفضل الآن وأوفق. ليه بقى؟ لأن السؤال والشحاتة بعد ما كانت هواية أصبحت حرفة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في الدعاء في الاستفتاح في الصلاة نقول الله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مش احنا اللي هنختار يا أستاذ أحمد، هو يقول الصيغة الصحيحة. نعم أنا عارف. نعم. مش احنا اللي نختار، احنا هناخد الصيغة اللي النبي نطق بها عليه الصلاة والسلام. قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
هذه هي الرواية الواردة في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم مبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما ينقى كما ينقى. جزاكم الله خيرا. أمة الله تسألكم الدعاء لها بالشفاء ولابنها بالهداية ولنا جميعا شيخ كريم. نسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا السائلة ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب، شفاء لا يغادر سقما. أمين. ونسأله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم، وأن يحبب إليهم الإيمان والصلاة والصوم وبر الوالدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا وقت المغرب يقترب، فهل لو جعلنا البرنامج 4 إلى 10 مثلا يناسب حضرتك وينسب إن شاء الله تعالى ومشاهدين الكرام، على أساس أن احنا بقينا نستقطع من الحلقة الكثير، يناسبنا يا عم إن شاء الله. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. فلنبدأ إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى من الغد، إذا كان في العمر بقية. شيخي كريم جزاكم الله خيرا، بارك ومتعكم الله الصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، إن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر إذا كان في العمر بقية الليلة مع فضيل الشيخ متولي البراجيلي حفظه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا